كاينه في المغرب دابا، الكره دابا كاينه في المغرب. ما توصلش من المغرب حاليا، ما توصلش. بحال مكواري كاينه، انت كنت كتضعف شي 100 كواري فين يبان بلا بلا عدد. اثبت واحد ما وصل منه من دوك ال 100. احنا في المباشر دابا. لا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عمر ريالين بيقطع الصبر يا ريالين، هو راه ريالي هذاك، بيقطع الصبر يا ريالين، لعبت الريال هذاك. كنا بغينا نصلحوا هذاك المشكل ديال انه ما سميتو. ايوا نجي لهم بعدا واحد وين بعد. هاو فينيسيوس يلا هاو زيد اخويا جونيور هاو ماركوس يلا هاو. لا نقول لك شوف انت راه عنصري ولا شي حاجه ولا انت انت راه بتاع 10 ديال عواز انا 6 خوتي عواز. إذن صباح الخير، مرحبا لكل متتابعي ومتتابعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر. يعني واكبتوا الزيارة اللي قام بها لاعب ريال مدريد جونيور لمدينة مراكش، اللي كان يعني عنده يعني كما تنقولوا برنامج ديال الزيارة، من خلالها قام بزيارة مجموعة ديال المدارس باش يشوف يعني يعني مدى يعني بداية الدراسة وكيفاش الوتيرة ديال الدراسة. فهذا الشاب يعني كان من الشباب رضا، اللي كان من الشباب اللي كان في واحد الوقت التقط فيديو اللاعب الشهير فينيسيوس جونيور، ويعني هذاك الفيديو اللي تم يعني كانت فيه واحد بعض الكلام اللي كانوا وصفوه الناس بانه كلام تيحمل عنصريه في اتجاه بالنسبه لهذاك اللاعب، واللي يعني استغلوا يعني الجاره يعني استغلوا بعض يعني اليوتيوبرز ديال الجاره الحقود الجزائر. فغادي نخليه من خلال هذا البث المباشر انه يقربنا اكثر يعني من الواقعه متتبعينا. السي رضا. نعم اخويا، السلام عليكم. الله يعطيك اخويا. بغيت تحكي لنا كيفاش وصلتك انت الخبر بان جونيور كاين في مراكش. اخويا كاين نهار تنخرج في الصباح تنمشي تنجلس في الزنقه مع الدراري، تتجي عندي الدراري صغار تلحقهم تقول لك فينيسيوس مات فينيسيوس. انا تسمع فينيسيوس صاحبي فينيسيوس دوك تاع المصريين دوك اللي تيشبهوا ليه ولا شحال. مشيت للمدرسه تيبان لي المخزن كثير، تيبان لي بنادم، تيبان لي المخزن كثير، تيبان لي المهم تيبان ليها شي واحد كاين. واش فينيسيوس تاع بالصح ولا تاع بالعانه اخويا، انا ما عرفتش واحد تيشبه ليه ولا شي حاجه. مشيت صافي وانا ما خلاونيش، تنقول لهم بين دخل بين دخل، قال لك لا انت ما تتقرا في هذه المدرسه هذه ما يمكنش تدخل. مشيت وانا نقص فوق السور، هي فاش شفتها انا ديك الساعه. نعم شفتي وتاكدتي. تاكدت بلي هو. كيفاش جاتك انت هذيك اللعبه انك تشوف جونيور في وسط المدرسه عموميه ومع الدراري تلعب مع بعض؟ هو الصراحه باش مدرسه عموميه الله يجي تجيب فينيسيوس شي حاجه راه ما توقعاش. ما مشى للعراقي كاين مدارس فهمتي، ولكن المدير تاع المدرسه اللهم بارك منين جابوا راه تبارك الله اخويا. ماشي شي حدث عادي ولا شي حاجه. يعني كيفاش شفتي انت هذاك التجاوب ديالو مع التلاميذ ديال المدرسه هو تيلعب معاهم الكره اخويا راه تيقصر. ما بيش معي كوكو كيف انت قلت انا كوكو وبلا ما تقول لك عنصري انت يا ما حملتيش علاش درتي معاه هكا. انا عنصري حيت درك انت كنتي خديتي واحد المقطع ديال الفيديو هذاك هو اللي كما تنقولوا جبد لك انت. اي حنت ريح حدايا واحد الدري واحد الغليظ كون جبتو خفت ليا كل الميكرو ولا شي حاجه. واحد الدري تحيه ليه سميتو نبيل هو اللي كان حدايا. دريف دري هو اللي تيسب، هو برصاوي حقيقي فهمتي. العنصريه بنت ريالي ما يحملكش مشي على اللون لا على البشره ولا على شي حاجه. لا 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 علاقه. لا يعني ماشي على اللون دروكا حيت برصاوي دروكا. برصا مع الريال فهمتي. وهذاك الفيديو تقطع وتهز. انا ضرب عندي 400 زو من دوك 400 زو واحد. ذاك الواحد اللي زو راه هو اللي شارو. يعني شحال وصل عنده هذاك اللي مليون مليون فاصلة جوج مليون و2000 هذاك اللي هزو من عندك. شارجا وحطو. نعم وبدا انت تجيك الانتقادات ياك. بدا بنا من تصيفط لي انت خصك تمشي بشهرين قد في واحد تقول لك ما مربيش يجبد لك الوالدين هادشي اللي ما حملتش انايا وصافي. ما عنديش ما حملتيش بانه دروك هذيك الكلمه تعفويه. دابا حنا تنقول عزي عادي. عزاوي. عزاوي ماشي هي قحل. عزاوية تدعني عندنا حنا بالمراكش هي كاين هي اللوين تصمير. هي راجل كاين
لعاب ناضي وما اعتبروها بمفهومة اخرى، اعتبروها بعزية اسود البشرة، زعما راه انت كحل راه انت ما مزيانش. ودروكا قلت لي بانه كاين شي يوتيوبرز زايرين هزو تلقاهم في التويتر مترجمين الفيديو بلغات اخرين باش توصل ليه هو باش الفيديو تشهر باش الاجانب ما بقاوش يجيو لمراكش. تيقول لك انت عمك شتي الكور بجاوة باقي واحلين بجاوة بجاوة راه مدينة سياحية كابغين فصل الكور الحمد لله. وبنان تلقى ما قاريش عندوش اربعة اللغات لا خمسة. كابرين فرصة جيس بن عليا تحية الولاد شي جيس في كاملين كابرين تنشوفو ديما الكور حاجة عادية عندنا حنا في مراكش ماشي حتى في المغرب في مراكش. المدن الاخرين راه قليل كازا تلقى بنادم كازا ويقول لك انتوما ما عندكمش انتوما هادشي اللي كاين اخويا. نعم ودوكا شنو ترجموا هذوك اللي هاكرز او اليوتيوبرز هذيك ديال السوشيال ميديا الجزائر اش اللي ترجموا ترجموا الاسبانيش كتبوا عليها واش تعلقوا تعلقوا دابا هما ما ترجموش الهضره خايبه قال لك المغاربه تيقولوا فيسكا بارسا الفيني كاتبينها وقاف لونغلي تيقول لك مروكون بيبل تيقول فيسكا بارسا البنادم هما ما ترجموش الهضره خايبه ولكن المغاربه والجزائريين اش يكتبوا في كومونتيرات تيقولوا ديك الهضره اللي قلتي تكتبوا وحدها السبب بلونغلي مترجمينها والعزي تقول لي بلاك الكحل والقرض فهمتي هادشي اللي كاين اخويا. نعم ودروك انت يعني هادشي يعني هاد الكلام نتوما ماشي قلتوه نتوما هاد الكلام هي جا دروك عزي حنا مفهومنا المراكشي هو انه كلمه زوينه وينا تقال تقدر باك تقولها ليه عادي تضحك مع صاحبك بها تقولها لاي واحد عزي علاش انا تقول لي ابيض بين تقلق واقول لي انا ابيض بين تقلق عادي بحال عزي بحال ابيض ما فرق بيناتنا الكنا المراكشية عادي خويا رضا يعني الزيارات اللي قام بها اللاعبين ديال ريال مدريد كيفاش تشوف انت يعني ماشي الوحيد فينيسيوس اللي جا يعني مجموعه ديال اللعابه ديال ريال مدريد ومجموعه ديال النجوم ديال كره القدم يعني حتى اللاعب ديال واحد باريس سان جيرمان كان في جامع الفنا على هاد الزيارات ديال اللاعبين الكبار ديال كره القدم يعني كيفاش تشوفها انت تنشوفها حاجه عالميه خويا العالميه الحمد لله مراكش تيجيو عندنا اللعابه تيجيو عندنا اساطير كرة القدم جاو لمراكش فياما جاو لعابة جا اسينسيو مؤخرا جا كامافينغا من غير اللعابة كل مارادونا اي لعاب تاريخي جا لمراكش الحمد لله وجلس فيها ودا خبار زينة ودا ما يعاود الحمد لله حدش انا علاش لازم نخرج انا بهذا الفيديو دابا نتايا ساكن على برا تتشوف هذا الفيديو كيفاش 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 تتعامل واخا ما فيها حتى حاجة خايبة تيقول هذا المغرب هذا ما فيه والو فيه العنصرية ما خصناش نجيو ليه وحنا الحمد لله اللي جات نكبروا به سواء عربي سواء قاوري سواء تكون يهود نكبروا بك مرحبا بك ما فرق بيناتنا والو كل شيء بحال الحمد لله. يعني رضا اش بتقول انت المغاربه والناس اللي عشاق ديال جونيور وداك الشيء اش بتقول لهم؟ ابي نقول لهم تحيه للمغاربه كاملين تحيه للدراري الرياليين البرصاويين ها هو فين انا بان بشير الريال ها هو فين في البرازيل الحمد لله ها هو كل شيء قدامكم تحيه للمغاربه كاملين تحيه لولاد حوم انا برصاوي اخويا ما نكذبش عليكم نقول لك ريالي برصاوي انا الحمد لله اخويا المهم تحيه لولاد حومتي كاملين حوم الطعمر والدراري خويا كارفاش طبي هشام اللي كاين في كازا الدراري كاملين جوج كازاوا بجوج تحيه للدراري كاملين اي واحد شاف هادو اللي ما ذكرتوش خويا باحوس مولتوني حتى هو عطاه ليا مشيت عندو طلندراسه خويا الصويب الله وكاع المغاربه وكل شيء خوتنا تتزيريين خوتي انا تا هما ما نقول لهم والو بتشوهونا على راسي وعينيا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا كما تابعتوا معنا متتابعينا في هذا البث المباشر هذا الشاب هذا كان يعني خدا واحد المقتطف ديال الفيديو ديال جونيور فينيسيوس اللي لاعب ديال ريال مدريد ولاعب كذلك ديال المنتخب البرازيلي واللي من خلاله يعني كانت كلام يعني حنا تندوي واحد الكلمه معروفه عند المراكشيين متداوله وهو العزي والعزي حنا تندوي هو الانسان اللي تيكون فحل تيكون قوي بنيه جسمانيه قويه ويعني ترجلت كما تنقولوا يعني الرجوله بهذه العباره فالمفهوم يعني للاسف يعني الكلمه تخدات بواحد المفهوم مغلوط بالنسبه لمجموعه ديال الناس ديال السوشيال ميديا وخصوصا يعني هادو ديال السوشيال ميديا ديال الجزائر اللي حاولوا انهم كما تنقولوا يشوهوا السمعه ديال المغرب من خلال هذا المقتطف ديال الفيديو ديال هذا الشاب هذا اللي الان خرج في هذا البث المباشر باش يوضح للمغاربه ويوضح جميع يعني تفضل سير اخويا زيد واحد الحاجه نسيتها تنقولها ديما كوكاب وحريه الجماهير المراكشيه اللي الان داخل السجن لا في المغرب لا خارج المغرب ديما كوكاب والحمد لله كل شيء خوت الحمد لله.
تبارك الله عليك اخويا رضا. اذا تنتمنى من خلال هذا البث المباشر لان احنا قناه الشعب قناه شوف تي في يعني حاول انه يوصل الصوت ديالو من خلال هذا البث المباشر جميع المغاربه وجميع المحبين وعشاق ريال مدريد وبرشلونه بصفه عامه وكذلك عشاق ومحبي اللاعب المتميز جونيور. نتمنى من خلال البث المباشر ان يكون الصوره واضحه الى بث مباشر ان شاء الله. غزيد اسيدي وتحيه لهاد جوج دراري اللي ورا الكاميرا، تحيه لهم نسيتهم، تحيه شوف تي في وتحيه لهاد الدراري بالضبط هاد جوج اللي كبروا بيا الله يعطيهم الخير. تحياتي لكم بجوج، ما عرفت سميتهم ما نذكرهم حتى هما، الله يسر لكم. زكريا وانس، خويا زكريا وانس. المهم واحد ولد سيدي يوسف واحد اخر توا جا كبر بيا الله يعطيه الخير، الله يرحم لكم الوالدين. الله يسر لكم مرحبا. الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تي في. قطع. ماذا سكر. صافي دوك ربي.